المديرين الفنيين، بننتقده طبعا في بعض الامور وبننتقده في بعض السلبيات، ولكن في الثلاث مباريات الاخيره عدي مباراه مالي، خش على مباراه غانا، خش على مباراه الكاميرون، خش على مباراه جنوب افريقيا، لا حاجه جميله جدا جدا وحاجه مشرفه جدا جدا، وتغيير تكتيك اللعب 3 4 5 مرات في كل مباراه حاجه جميله جدا. ازاي تلعب برمضان صبحي ناحيه الشمال، وازاي تلعب بيه جنب اكرم توفيق، وازاي تحطه راس حربه، وامتى تحطه راس حربه، لا جهاز فني محترم الكل الحقيقه، سواء الكابتن شوقي غريب، الكابتن معتمد جمال، كابتن محمد شوقي، كابتن وائل رياض، كابتن اسامه عبد الكريم، وبقيه الجهاز بالكامل، مدرب حراس المرمى طبعا الكابتن اسامه عبد الكريم، وبقيه الجهاز الطبي والاداري اللي متواجد دكتور علاء عبد العزيز، طبعا مجموعه كبيره جدا ومجموعه محترمه جدا 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 بيرقص هذا الجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني، اللي انا الحقيقه سعيد جدا جدا بادائه، وسعيد جدا بفرحته خلال هذه الفترة، لأن الكابتن شوقي غريب تعرض لكم كبير جدا من الانتقادات. أنا كنت واحد من الناس اللي بتنتقد الكابتن شوقي غريب في أنه يلعب شوط مباراة مثلا 3 أشواط. نجح الكابتن شوقي غريب، سكتني وسكت كل الناس، قال لهم يا جماعة مش أنتوا بتتكلموا عني، أنا مش هرد، لكن أنا هرد من خلال الملعب، من خلال الملعب. أحد الدروس اللي دايما بنستفيدها من نجومنا الكبار الحقيقة، نحن مهما كان هناك انتقادات من الملعب، الملعب هو اللي بيقول، الملعب هو اللي بيودي، الملعب هو اللي بيودي طوكيو، مش كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب العامل الاكبر في وجود منتخبنا الوطني الاولمبي في اولمبياد طوكيو، هو لما بقول الكابتن شوقي يبقى الجهاز بالكامل الحقيقه، لانهم تعبوا على مدار سنتين. والحقيقه انا هنا هتوقف بس اللحظه، لانه يجب ان نعطي كل ذي حق حق. هو النادي الاهلي احنا اتعودنا داخل النادي الاهلي وتعلمنا داخل النادي الاهلي كده. اتحاد كرة القدم السابق، اتحاد كرة القدم السابق برئاسة المهندس هاني بوريدة ظلم النادي الاهلي في امور كثيرة جدا جدا. اتكلمنا عنها وطلعنا الورق وورينا لحضراتكم الحاجات اللي كان قد ايه النادي الاهلي مظلوم فيها خلال الفترة السابقة، ولكن يحسب للاتحاد المصري السابق لكرة القدم، مهندس هاني بوريدة، كابتن أحمد شوبير، كابتن خالد لطيف، بقية المجموعة، كابتن حازم إمام، كابتن سيف زاهر، المجموعة اللي كانت موجودة بالكامل، بيحسب لهم جميعا، دكتور كرم الكردي، بيحسب لهم جميعا الحقيقة هذا الإنجاز الرائع، وصول منتخبنا الوطني الأولمبي إلى طوكيو، أولمبياد طوكيو 2020. ليه أنا بقول الكلام ده؟ أنا اتعلمت جوه النادي الأهلي كده، اتعلمنا إن لازم تدي الحق لأصحابه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور، حتى لو الاتحاد ده بره المنظومة تماما، كل الناس اللي أنا بتكلم عنهم أو كل الناس المحترمة اللي أنا بتكلم عنهم دول بره المنظومة تماما، إذا كان هناك اختلافات فهي بتبقى اختلافات في وجهات النظر ليس أكثر، لكن هذا الاتحاد أو الاتحاد السابق وفر كل شيء للمنتخب الأولمبي لغاية من كأس الأمم الأفريقية عندما استقال، و جت اللجنه الخماسيه الحقيقه اللي كملت المشوار بشكل رائع جدا. شفنا فرحه الاستاذ عمرو الجلاين امبارح كان عامل ازاي، شفنا فرحه الوزير الدكتور اشرف صبحي كانت عامله ازاي، شفنا فرحه الشعب المصري قبل كل دول كانت عامله ازاي، الحقيقه حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا. شفنا محمد فضل، شفنا احمد عبد الله، دكتور جمال محمد علي، دكتوره سحر، كل المجموعه اللي موجوده الحقيقه قد ايه الفرحه اللي كانت عليهم، ولكن لازم ندي حق كل واحد حقه، كل واحد حقه. نقول ان الاتحاد المصري السابق هناك اخفاقات في بعض الامور، هناك اخفاقات في الفريق الاول وهو الاهم او المنتخب الوطني الاول، ولكن زي ما حضراتكم شايفين المنتخب الاولمبي، عندنا منتخب اولمبي قوي، عندنا منتخب اولمبي قادر الحقيقه على ان هو يستطيع ان شاء الله، ان شاء الله ان هو يعود بميداليه من طوكيو ان شاء الله 2020، لانه